قدمي تنال أعلى الرتب فعش حياة العلماء واقرأ صنوف الكتب ودم على تواضع لا تحتفل. ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه واتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد أيها الإخوة، فهذا هو الدرس الثاني من دروس الفقه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا ويفقهنا ويعلمنا ما لم نعلم من أمر دينه، ونسأله سبحانه وتعالى العمل بما نتعلم، ونسأله سبحانه وتعالى الاستقامة على ذلك العمل، وأن يرزقنا في كل ذلك في العلم والعمل الإخلاص له سبحانه وتعالى. اللهم آمين. أيها الإخوة، أريد أن أحد الأخوة يذكرنا بموضوع الدرس السابق. ما هو موضوع الدرس السابق؟ تفضل. كان جزء من آداب طالب العلم. جيد، الجزء الأكبر منه. طيب، من يذكرنا بعض الآداب؟ حتى لو أتيت بآداب غير اللي ذكرنا، لأنه ذكرنا نحن جملة مختصرة قليلة جدا من الآداب، وإلا بعض هذه الآداب يعني تذكر يعني في دروس طويلة، لكن أخذنا أهم الآداب التي نحتاجها. لأن الدرس فقه، لكن كانت البداية هذه للتحلية. نعم، تفضل. الصبر والتواضع والإخلاص. فضل والثواب. الصبر والتواضع. الصبر والتواضع. والتواضع. جزاك الله خير. غير الصبر والتواضع. أولا الإخلاص في العمل، أن يبتغي بالعلم وجه الله سبحانه وتعالى. وهذا أول الآداب، أن يجاهد نفسه على الإخلاص لله في طلب العلم. الأمر الآخر، تفضل. الأدب والتأدب بين وكلها آداب لكن نتكلم عن تفصيل هذه الآداب. أنا يقضي آداب المتلقي، يعني المتلقي عليها أن يتأدب في بينه وبين المعلم. ذكرنا هذا من ضمن الآداب، يعني أن يكون هناك شيء من آداب بين الطالب طالب العلم وبين معلمه أو شيخه. وذكروا بعض العلماء في هذا، ذكروا في هذا أبواب كيف يكون في طريقة تلقيه للحديث، في طريقة مناقشته، في طريقة سؤاله، في طريقة أدبه مع الشيخ إذا سئل شيئا وتحرج من الإجابة عليه. كل هذه الأشياء يعني ذكروها العلماء في الآداب. هل تذكروا بشيء ما ذكر؟ نعم، ذكرنا أيضا من الأشياء أن يجتهد الإنسان في التعرف على سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيرة السلف الصالح، يجد فيها كثيرا من الجوانب التي تعينه على معرفة هذه الآداب. نكتفي بهذا القدر، والآن يعني نريد أن نبين أجزاء هذا الدرس في هذا اليوم. ذكرنا في بداية الدروس أو الدرس الأول الفقهين الأكبر والأصغر، وإن كنا سنركز نحن في دروسنا أكثر على الفقه الأصغر، لكن ماذا عنا بالعلماء والفقه الأكبر؟ نعم، لا هو شخص غيرك. الفقه المتعلق بالاعتقاد. الفقه الأكبر هو المتعلق بالاعتقاد وأمور الإيمانيات. نعم،
والفقه الأصغر هو المتعلق بالمعاملات والأحكام. نعم. طيب، لكن مع هذا، مع هذا ومن باب التقدم في طلب العلم، لا بد أن يكون لمعرفة الفقه الأكبر نصيب من هذه الدروس. فانتهى الأمر حقيقة إلى أن يكون يعني هناك درس في الفقه الأكبر ودرسين في الفقه الأصغر. وإذا ما انتهينا من دروس الفقه الأكبر سنركز على الدروس التي متعلقة بالفقه الأصغر. لماذا؟ لأن أساس الدرس هو الفقه الأصغر. لكن الفقه الأكبر أيها الإخوة، حينما يعني نستعرض كثير من جوانبه نجد أن مع أن كثير من هذه الأمور بديهيات ولله الحمد ممكن بها ونعتقدها، لكن نجد أن البعض من المسلمين يقع في نقيض هذه الأمور المسلمة. يعني على سبيل المثال في باب التوحيد، وخاصة في توحيد الألوهية، تسمعون من بعض المسلمين وللأسف الشديد، بل ربما كان من قادتهم في العلم، من يقع منه الزلل والخطأ في هذا الباب في أمر الألوهية، ويعتقد بعضهم أن هنالك من خلق الله من ينفع من دون الله عز وجل، بل من يطلب منه الشفاء والخير والرزق والمطر وما شابه ذلك من أمور الحياة، ومع هذا يدعون الإسلام، ومع هذا يؤدون فرائض الدين. لكن أوقعهم في هذا أمور، أولها الجهل بهذا الجانب، الجهل بهذا التوحيد، بهذا الفقه الأكبر. لذلك أيها الإخوة سيكون إن شاء الله يعني ترتيبنا على النحو التالي. بالنسبة لدرس هذا اليوم نريد أن نكمل أدبين مهمين من آداب طالب العلم فاتتنا في الدرس الأول وهي مهمة جدا، ثم بعد ذلك نعلق بعض التعليقات البسيطة على المقدمة. وكما قلت في الدرس الماضي، قلت أن كثير من الكتب بل أكثر الكتب تعرف أو يعرف مضمونها من المقدمة والخاتمة وماذا؟ شيء ثالث ما هو؟ الفارس. تستطيع أن تحيط علما بالكتاب من خلال مقدمته، خاصة إذا كان قصد هذا المؤلف تلخيص مضمون هذا الكتاب في الخاتمة، ونتيجة هذه الأبحاث يذكرها في الخاتمة. والفهرس يحدد الجزئيات بشكل موجز مختصر، أي جزئيات هذا الكتاب. فلذلك إذا ما أردت أن تتعرف على كتاب فينبغي لك أن تحيط بهذه الثلاثة الأمور، خاصة إذا لم يسبق لك معرفة المؤلف ولا كتابه من قبل. يعني مثل أن تقف في مكتبة ولا تستطيع أن تأخذ هذا الكتاب ولا تريد أن تقتنيه إلا بعد معرفته، فيكفيك في دقائق معدودة، دقيقتين أو ثلاثة، تتعرف على أهم ما تضمنته المقدمة والخاتمة والفارس. من ثم بعد هذا الجزء الأخير من درسنا إن شاء الله سندخل في الفقه الأكبر، وبإذن الله تعالى سنبتدئ إن شاء الله في الفقه الأصغر، في فقه العبادة والمعاملة في الدرس القادم بإذن الله تعالى. ومقدمة الدرس القادم إن شاء الله ستكون جزء من الدرس القادم بإذن الله إذا كتب الله لنا بقية من العمر، أن تكون في أصول الفقه أو مقدمة موجزة في أصول الفقه. ولاحظ يا إخوة أنا لا أتكلم تكلم المتخصصين، لا على مستوى الدرس ولا على مستوى من يتلقى هذا الدرس،
وإنما نريد فقط أن نلم إلمامة موجزة بأهم هذه الأشياء، لأننا نريد من هذه الدروس يعني التطبيق العملي أو مراجعة ما نقوم به من أعمال ومن طاعات ومن معاملات على ضوء ما نتعلم، وليس الهدف في الدرجة الأولى هو استقصاء الأدلة وجمعها وترجيعها، ليس هذا مقصود هذا الدرس، لكن لا بد لنا في هذه الدروس أن نتعرف على خلاصة موجزة لأهم العلوم المتعلقة بالفقهين الأكبر والأصغر، وسأتعرض لهذا إن شاء الله في أثناء الكلام عن مقدمة الكتاب. بقي من الآداب أيها الإخوة أدبين مهمين جدا، بها ينال الإنسان وخاصة طالب العلم بركة هذا العلم. الأمر الأول طهارة الباطن والظاهر، طهارة الباطن والظاهر، والمقصود بالباطن هي أمور منها القلب والفكر ومنها المشاعر والأحاسيس، كل هذه الأشياء تعد من الأشياء الباطنة التي تخفى عن الناس ولكنها لا تخفى على رب الناس سبحانه وتعالى. والظاهر هي أعمال الجوارح وحركة الإنسان وتعامله ومعاملته وبصره وسمعه، فهذه الأشياء كلها تعد ماذا؟ من الظاهر. كيف يطهر طالب العلم ظاهره وباطنه من الموبقات؟ إنما يطهرها أيها الأحبة أولا بتقوى بالله عز وجل، وهذه التقوى تتولد من حسن صلته بالله سبحانه وتعالى. كلما اقترب الإنسان من الله سبحانه وتعالى بأداء فرائض الله وإكمالها بالنوافل والحرص على ذكر الله عز وجل والحرص كذلك على إكمال ما بين هذه الأشياء من حقوق وواجبات يؤديها على أتم وجه، كبير الوالدين وصلة الرحم والإحسان إلى الناس وأداء الحقوق إلى أهلها ونحو ذلك، كل ذلك مما يعينه على سلامة باطنه وكذلك سلامة ظاهره. لذلك ضرب لنا العلماء ويكفينا من هذا ما جمعه الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في تلك الحكمة العظيمة. العلماء جمعوا الشافعي في هذا الجانب، جانب أن يكون طالب العلم على مجاهدة لنفسه في تنقية أحواله قلبه وظاهره من كل هذه السيئات. أما القلب فأي شيء ينقى من تلك الأشياء الباطنة كالرياء والسمعة وطلب الدنيا، وهذه الأمور لا يشعر بها كثير من الناس، ولذلك ذكرنا طرفا منها في اللقاء السابق وذكرنا في حديث الرسول عليه الصلاة والسلام الذي يقول فيه: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا، من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرض من الدنيا فلن يرى عرف الجنة أي رائحة الجنة يوم القيامة، فإن كان لا يرى ولا يشم رائحة الجنة فيخشى عليه أن يحرم منها والعياذ بالله، لأنه طلب العلم لغير الله عز وجل وأراد به متاع هذه الدنيا، أراد به السمعة أو الرياء أو المال أو ما شابه ذلك. لكن أيها الأحبة، هل يمكن أن يستدرك الإنسان فساد هذه النية؟ نعم، النصوص تدل على ذلك. يقول الله سبحانه وتعالى: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. يقول بعض الناس: يعني عمري كله أقضيته لا أريد بعلمي هذا إلا يعني ما أريد من الدنيا ومراتبها وشهواتها ومناصبها وما شابه ذلك، فهل يستطيع الإنسان أن يستدرك؟ ذكرت لكم هذا الدليل الذي يشفي الغريب ويبين سعة رحمة الله سبحانه وتعالى، فالله عز وجل يدرك هذا الإنسان الغافل برحمته فيبدل كل تلك النية السيئة
إلى نية صالحة، ويبدل تلك السيئات التي حسبت بنيته السيئة إلى حسنات إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. فأولئك يبدل الله سيئات حسنات وكان الله غفورا رحيما، وهذا وعد من الله عز وجل، والله لا يخلف وعده. وقلنا أيها الأحبة ليس المقصود فقط كما يتصور بعض الناس أن العلم الذي يبتغى به وجه الله هو علم الشريعة أو علم العقيدة أو ما اتصل بالكتاب والسنة، وإنما المقصود به كل علم ينفع المسلمين، ويدخل في هذا الباب جميع التخصصات التي يتعلمها إخواننا وتتعلمونها أنت. كل علم ينفع الناس وينفع المسلمين في أمورهم ومعاشهم وفي دنياهم وأخرهم، كل ذلك مما يشمله معنى العلم. الإمام الشافعي رحمه الله تعالى قال حكمة تحفظونها ويحفظها أكثركم، وهي لما شكا في وقت من الأوقات إلى شيخه وكيع بطئه في الحفظ، فكان يحفظ من شدة ذاكرته وما أنعمه الله عز وجل عليه، كان يحفظ من مرة أو مرتين، فتأخر حفظه في بعض الأوقات. ومشهور عن الإمام الشافعي أنه من الأشياء التي تذكر في المناقب عنه أنه حفظ الموطأ هذا الكتاب، كتاب الإمام مالك الكبير، حفظه في أسبوع من قوة ذاكرته رحمه الله تعالى ورحمه الله جميعا. فجاء إلى وكيع وقال له، قال عنه: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي. قال: سوء حفظي؟ فقال له: أرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني بأن العلم نور، ونور الله لا يهدى لعاصي. نور الله علم الله، وما يفتح الله به على هذا الإنسان من خير الدنيا والآخرة من خلال ما يتعلمه له. جمع في هذه الحكمة السبب الأول الذي ينبغي أن يجتنبه طالب العلم من أجل أن يبارك الله في علمه، وهو المعاصي، أن يجتنبها الإنسان ويتحاشاها قدر استطاعته. وفي مجتمعنا هذا كما تعلمون يا إخوة من الصعب أن يتحاشى الإنسان كثيرا من سيئات النظر، فنجتهد قدر الإمكان أن نجتنب هذه السيئات ونجاهد أنفسنا على البعد عنها ما استطعنا إلى ذلك سبيلا، كما قال الله: فاتقوا الله ما استطعتم حتى نحفظ هذا العلم القدر. الأدب الثاني، الأدب الثاني يا إخوة هو الأدب الأخير الذي سأختم به الآداب، وهي الأولي ليس خاتمة الآداب لكن فقط في المختصر من الآداب التي يعني جمعناها. من واجبات طالب العلم أن ينوي نشر هذا العلم لمن يحتاجه من الناس، ولذلك إنما يهلك العلم أيها الإخوة إذا اكتفى به الإنسان نفسه وجعله محجوزا إما بين مكتبته أو في رؤوس مكتبته أو في ذاكرته ولم ينفع به غيره. ونفع الناس أيها الإخوة له طريقان: الطريق الأول بأن يتصدى الإنسان لبذله والمبادرة في نشره بالدروس، بأن يقيم الدروس في بيته وبين إخوانه أو في مسجد حي يتأسى. والطريق الثاني أن لا يتأخر في بذله إذا احتاجه الناس بسؤال أو طلب معرفة أو نحو ذلك. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: من سئل عن علم فكتمه ألجمه الله بلجام من النار. وفي الآيات القرآنية كثير ما يدل على خطر كتم العلم. أذكر من هذا ثلاث آيات القرآن في سورة البقرة وآل عمران. في سورة البقرة قال الله سبحانه وتعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى. هذه الآية طبعا بعض الناس ربما يقول هذه لم تنزل في المسلمين ولكن نزلت في أهل الكتاب، لكن هذه الآيات في عمومها يعم حكمها، وإن كانت نزلت بخصوص السبب يعم حكمها كل من قام أو فعل فعله وهو كتم العلم عن من يحتاج.
قال الله عز وجل: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. استثنى الله عز وجل فقال: إلا الذين تابوا. والتوبة تعني كما قال الله في نفس الآية: إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك يتوب الله عليهم. فإذا من التوبة أن يجتهد الإنسان في بيان هذا العلم في بذله لغيره. وأول الناس الذين يحتاجون هذا هم من تحت يده، من كلف برعايته من أهل أولاد خدم ومرؤوسين وأموال وما شابه ذلك من هذه المسؤولية. الآية الأخرى يقول الله عز وجل في نفس هذا الربع من القرآن: إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. الآية الثالثة: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا. إذن يا إخوة نحتاج الأدب هذا يا إخوة بخلاصة أن نجتهد قدر الإمكان أولا في تبييت النية لتبليغ هذا العلم حيث يحتاج الناس إليه، وكذلك أن نبادر بنشره حتى إذا كان لم تكن هناك مسألة ولا حاجة لكن نبين للناس أن هناك شيئا نحتاج إلى بيانه بأي أسلوب ووسائل. من استطاع أن طبعا من أسهل الوسائل يا إخوة الآن في هذا الوقت وربما يتعامل بها أكثر الناس الآن وسائل الاتصال من خلال الإنترنت وما شابه ذلك. هذه وسيلة تعين الإنسان على نشر العلم، فما تتعلمه ما تعرفه حاول أن تبذله بهذه الوسيلة أو بغيرها من الوسائل. أكتفي بهذا القدر وأنتقل الآن إلى مقدمة الكتاب. طبعا بعض الأخوة تحفظ من قضية أن نقرأ الكتاب، لكن حقيقة نحن نحتاج في بعض الأوقات وخاصة إذا دخلنا في باب الفقه نحتاج إلى أن نقرأ ونشرح، وربما نختصر في بعض الأوقات إذا كان هناك إسهاب في الكتاب نختصر في الأمور البديهية التي يعني واضحة يعني عند الأكثرين. لكن هذه مقدمة حقيقة من دقة المؤلف جزاه الله خيرا، حاول أن يبين فيها طريقته في جمع الكتاب. وبالمناسبة أحد الأخوة في اللقاء السابق ذكر لنا كتاب يعني شبيه بهذا الكتاب وهو كتاب أقدم من هذا، وأيضا سلك فيه المؤلف تقريبا مسلك هذا الكتاب، لكن هذا الكتاب اخترناه لأنه كتاب يعني فيه قضايا وأمور يعني موافقة لعصرنا هذا. الكتاب هذا السابق هو منهاج المسلم للشيخ أبو بكر الجزائري، تقريبا هو في نفس فكرة هذا الكتاب أنه جمع الفقهين الأكبر والأصغر. لكن هذا الكتاب الأول كتب قبل ما يقارب 40 أو 45 عام. في هذه الفترة استجدت كثير من الأحوال وقضايا، فهذا المؤلف يعني تعرض لكثير من هذه القضايا المعاصرة خاصة فيما يتصل به أو ما يتعلق بعض المعاملات. في المقدمة ماذا قال؟ أولا ابتدأ المقدمة بخطبة الحاجة. ما هي خطبة الحاجة؟ من يحفظ خطبة الحاجة؟ من يحفظ خطبة الحاجة؟ تحفظها؟ لا. هذه الخطبة طبعا جاءت الأحاديث بأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يبدأ بها كثيرا وسماها الراوي خطبة الحاجة. والمقصود بالحاجة أي أي حاجة يريد أن يبينها المتكلم سواء كان واعظا أو خطيبا أو داعيا أو معلما أو ذكر بعضهم أن أكثر ما كان يستعملها بعض الخلف ليس السلف الخلف يستعملونها في خطبة النكاح. ف
فإذا هذه تسمى الحاجة أيا كانت حاجة الإنسان، فينبغي له أن يقدم لها بمثل هذه الخطبة. لكن هل هو أمر واجب؟ الحكم في هذا أنها هي على استحباب، إن تيسر له وحفظها أو حفظ أكثرها فالأفضل أن يقدم ويبتدئ بما كان يفعله عليه الصلاة والسلام، وإن لم يتيسر فأي مقدمة فيها الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بأي لفظ يجوز أن يبدأ بها. وهذا دليله قوله عليه الصلاة والسلام: أي أمر ذي بال لا يبدأ فيه بسم الله وفي رواية بحمد الله فهو أبدع أي ناقص. لكن إن بدأت بهذه الخطبة فهذا هو الأفضل والأكمل، لأنه فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. بدأ بهذه الخطبة ما نحتاج حقيقة إلى شرحها، وإن كان بعض العلماء ألف فيها كتابا يشرح فيها مفردات ومعاني هذه الخطبة من شمولها لكل معاني الدين. شملت هذه الخطبة الحمد والاستعانة بالله والاستعادة، وشملت كذلك توجيه الإنسان إلى غاية خلقه في هذه الحياة: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وبينت كذلك الآيات التي تدل على مشي الإنسان: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها. ثم بين أهمية القول الحسن في أي أمر يريد أن يقوم به الإنسان في قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. ثم قال: فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. إذن يا إخوة، حينما نتأمل هذه الخطبة في مجملها نجد أنها خطبة جامعة مانعة، ومعنى جامعة أي لمعاني الدين كله، ومانعة لما سواها، يعني ما تحتاج سواها إذا أنت تأملت معانيها. ثم بدأ يذكر هذا هنا في المقدمة أشياء كثيرة في تقريبا 3 أو 4 صفحات، حاولت أختصر هذه الأشياء. وبالنسبة للكتاب إن شاء الله حينما يأتيكم الأفضل حينما تبدأ الكتاب لا تكتفي فقط بالقراءة معنا في الدرس، وإنما اجتهد أن تقرأ يعني كل الأشياء التي يعني نتجاوزها، يعني احرص أنت أن تقرأ حتى الشيء الذي نتجاوزه مثلا من السطور أو الصفحات. بالنسبة للكتاب إن شاء الله كما وعد أخونا الشيخ صالح إن شاء الله سيكون في نهاية هذه الأسبوع، ربما يأتينا يوم الاثنين، والدرس القادم سيكون عندكم إن شاء الله بإذن الله تعالى. لقال المؤلف في هذه المقدمة نقاط متعددة، أولها الاختلاف: لماذا يختلف العلماء والله يريد أن نكون أمة واحدة؟ هذا تساؤل. لماذا يختلف العلماء؟ لماذا نقول مثلا هناك فقه الشافعية وفقه الحنفية وفقه المالكية، أليس دين الله واحد؟ هذا السؤال يحب يعني نطرحه للنقاش أو للإجابة لو من شخص أو شخصين. لماذا نختلف؟ لماذا يختلف العلماء والله يريد أن نكون أمة واحدة؟ ها؟ خلاف أساس النوعين وليس من الله. خلاف نوعين، خلاف منبوذ وخلاف يمكن لا يكون منبوذ. إذا كان الخلاف على أساسيات العقيدة فهو خلاف منبوذ، ولكن إذا كان الخلاف يسع فيما يسع فيه، لأن الصحابة لما كانوا في غزوة بني المصطلق النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، فمنهم من صلى ومنهم من لم يصلي على فهمه. فالخلاف حاصل بسبب اختلاف فهم العلماء في مناط الأحكام. و لماذا يختلف؟ الاختلاف في مدارك البشر، الاختلاف العقول. فعقول الناس، عقول الناس وأفهامهم ليست على حد سواء، فهناك الذي ينظر بنظرة فيها شيء من العموم، وهناك شخص ينظر بنظرة خصوص، وهناك شخص مستوى تفكيره أعلى، وهناك أقل، وهناك وسط، وهناك أمور متفاوتة. فإذا تفاوت عقول البشر ومداركهم يجعل تفاوتهم في فهم بعض النصوص. النصوص واحدة والحق واحد، لكن
لحكمة من الله عز وجل أراد أن يكون هذا الاختلاف. لكن نلخص هذا السبب في نقاط معينة. أولا، بتتبع مقاصد هذا الاختلاف نجد أن هذا الاختلاف الذي وقع فيه العلماء هو مما يسمى اختلاف التنوع، وهو في الفقه الأصغر ليس في الفقه الأكبر. يعني كما ذكر الأخ هنا أنه في الفقه الأصغر في فقه الأحكام والمعاملات وبعض أنواع العبادات التي هي في الفروع ليست في الأصول. ما اختلف العلماء في الأصول مثلا في عدد الصلوات وفي أوقات الصلوات وفي عدد الركعات، ما اختلفوا في هذا لأن هذه أصول، لكن ربما يختلفون في السنة المستحبات لأنها وردت بأكثر من رواية، وربما يختلف في بعض صور المعاملات لأنه جاء هذه المعاملات من أكثر من طريق. بعض الصحابة رووا معاملات مع رسول الله عليه السلام من وجه، ورووا هذه المعاملات أيضا آخرين من وجه آخر، وهكذا. فاختلاف العلماء أيها الأحبة من استقراء هذه النصوص وحكم من هذا الاختلاف أنه رحمة ويسر. وهذا الاختلاف نوعان، تنوع وتضاد. أما التنوع ففي الأحكام، ففي الأحكام، وأما التضاد فما كان في الأصول ولا يجوز أن يكون، يعني مثل أصول العقيدة وما شابه ذلك. والأول سائل اللي هو الاختلاف التنوع، والثاني لا يجوز. لماذا؟ لأن أمر العقيدة أمر واضح قد جاء في الكتاب والسنة ولا يصح أن يختلف فيه كما سنذكر إن شاء الله في حين. وهؤلاء العلماء حينما نتأمل اختلافهم نجد أنه لم يكن في الأصول أبدا وإنما كان في الفروع. واختلافهم هذا سائل من عدة وجوه. أولا، اختلاف دلالات اللغة، اختلاف مصادر الحكم، درجات الأحاديث التي نقلوها، كذلك إن الله سبحانه وتعالى لم ينصب على جميع الأحكام خاصة الأحكام الجزئية، لم ينصب عليها أدلة قاطعة، بل جعل أكثر هذه الأدلة ظنية. مثل ما ذكر المثال، سمعت المثال ذكره؟ هذا المثال من الأمثلة التي اختلف فيها الصحابة في عهد الرسول عليه السلام، وهذا الدليل يعتبره بعض العلماء دليل من أقوى الأدلة على جواز الاختلاف. ليس فقط جواز الاجتهاد، وإنما مع الاجتهاد اختلاف. فحينما قال لهم لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، ففهم بعضهم أن المقصود بأنه لا بد أن تكون الصلاة هناك، وفهم بعضهم أن المقصود به الإسراء. فهؤلاء الفريق الثاني ماذا فعل؟ حينما جاء وقت العصر وقفوا وصلوا، والآخرين التزموا بنص حديث كلام رسول الله عليه السلام وأخروا الصلاة حتى يصلوا بني قريظة. فلما عادوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام أقر الفريقين على اجتهاده. هذا الإقرار منه عليه الصلاة والسلام إقرار لمبدأ الاختلاف، إقرار لمبدأ. وأطبع هناك أدلة كثيرة في هذا. قلنا قبل قليل تفاوت واختلاف الأفهام والأبدان بما يلزم التوسع في الاستنباط. فالله عز وجل كما جعل أيضا الأفهام مختلفة، كذلك الأبدان في تحمل تكاليف هذه الأحكام مختلفة. فهذا الضعيف الذي لا يقوم ببعض الأمر، هذا الإنسان يجد في قول بعض العلماء تيسيرا يلائم طاقته البدنية التي تعينه على أداء التكليف. لو لم يكن هناك إلا قول واحد قال إذا والله ما يجب عليه التكليف، إذا نجلس أنا، ها فهمتم موسى؟ لكن لما كان هناك في مجال الاختلاف صح لهذا الضعيف أن يقوم بذلك الحكم الذي فيه تيسير، وصح لذلك القوي أن يأخذ بالعزيمة، وهكذا. فإذا وسعت الشريعة جميع فئات الناس بأفهامهم وقدرة أبدانهم. قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى ما أحب أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يختلف، ما أحب أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يختلف، يعني أحب أن يكون وضعهم هكذا أن اختلفوا حتى يسروا على الناس. لأنه لو كان قولا واحدا
كان الناس في ضيق فإنهم أئمة مقتدى بهم. ولو أخذ رجل بقول أحدهم بقول يعني أي واحد منهم كان في سعة من العمر. طبعا هذا هو عمر بن العزيز مع أنه كان يعني قائدا قائد دولة سياسي، لكنه كان في نفس الوقت فقيها عالما. ولذلك يقر هذا المبدأ مبدأ الخلاف والاجتهاد فيه. كذلك ذكرنا اختلاف معاني الألفاظ العربية، فبعضها من هذه الألفاظ يستخرجون العموم والخصوص والحقيقة والمجاز، وبعض الألفاظ في اللغة العربية تحتمل اللفظ الواحد يحتمل معنيين، فعالم يأخذ بالمعنى والعالم الثاني يأخذ بالمعنى الآخر. مثل قول الله عز وجل: والمطلقات وتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. القروء جمع قرء، والقرء قال بعض العلماء بأنه الطهر، وبعضهم قال بأنه الحيض، ومن قال الحيض صح قوله وانتهت عدة هذه المرأة بنهاية هذه الحيوة، ومن قال كذلك بالطهر فلا يصح لها أن تخرج من عدتها حتى تنتهي من الطهر الأخير بعد حيضتها الأخيرة، وطبعا في هذه الحالة تطول عدتها قليلة. وكلا القولين أقرهم العلماء. ما الذي جعل هذا الاختلاف؟ لأن اللغة تحتمل هذا الاختلاف. أيضا اختلاف في الحديث النبوي بسبب بلوغه عند بعضهم وعدم بلوغه عند بعض الآخر. فبعض الناس بعض العلماء بلغوا الحديث فقاموا ليعملوا به، وبعضهم بلغوا الحديث فلم يعمل به. لماذا؟ لأنه بنى أصوله على أن لا يأخذ من هذه الأحاديث إلا ما صح من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه قضية مثلا بين الإمام أحمد رحمه الله وبين الإمام أبو حنيفة رحمه الله جميعا. يرى الإمام حنيفة أنه لا حرج بإعمال الرأي حيث لا يكون هناك دليل صحيح قوي ثابت. ويرى الإمام أحمد خلاف هذا، يقول الضعيف عندي أولى من قول الرجال. هذه مسألة، إذا تأملت مسألة الرأي الأول تجد أنه على صواب، وإذا تأملت الأمر الثاني تجد أنه على صواب. إذا ساغ لكل من هؤلاء أن يبني أدلته على منهجه، ومنهجه قائم على نصوص الشرع. طبعاً ما أدري تستوعب الكلام ولا؟ إذا رأيت أن دخلنا في شيء يعني لأهل التخصص والاختصاص فقول ما نحتاج هذا. الاختلاف في بعض القواعد الأصولية، يعني سبب اختلاف العلماء، بعضهم يأخذ بعض القواعد وبعضهم لا يأخذ بها. يعني مثلا هذا صاحب الكتاب هذا رأيته كله بأسلوب تلميح غير تصريح أنه يقتفي فقط بالأخذ بما اتفقوا عليه من الأصول، حتى يكتب الكتاب هذا القبول عند الناس والانتشار بين كل فئات الناس، فاكتفى بهذه الأصول: الكتاب والسنة والإجماع والقياس. قال لأن هذه طبعا قال العلماء أكثر العلماء بأن هذه الأصول الأربعة هي المتفق عليها، وهناك أصول من أصول الفقه مختلف فيها، ومن هذه الأصول المصالح المرسلة ومنها الاستحسان، فهذه من الأصول التي اختلف فيها العلماء، وبالتالي بعض العلماء لا يمكن عليها الأدلة ولا يستخرج منها أحكام. لماذا؟ لأنه لا يعني في نظري أنها مؤيدة تماما يعني من نصوص الشرع. أيضا من أسباب الاختلاف اختلافهم في النسب ثبوته أو عدمه. تسمعون عن النسب؟ طبعا في القرآن آيات تثبت أن هناك نسب، أنه يجوز النسب في شرع الله عز وجل. من ذلك قول الله عز وجل: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. هل تذكر في القرآن شيء من الأحكام نزل ثم نسخ؟ من يذكر؟ تفضل.
أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى ما تقولون. نعم. ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسل. طيب إيش النسخة؟ يا أيها الذين إنما خمر والميسر والأنصاب والأزلام. نعم. هذه طبعا هذه كانت هذه لا يستدل بها في التدرج في تحريم الخمر في أول الأمر. لكن تعتبر هذه الآية الآن منسوخة. لماذا؟ لأن جاءت الآية الصريحة المحرمة التي تحرم الخمر عموما سواء في الصلاة أو في غيرها. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. أيضا من الآيات التي فيها نسخ حكم الزاني والزاني. حكم الزاني والزاني لا مثلا في الرجم والجلد لا في الحكم عموما. ما كان هناك حكم ما كان هناك حكم لا بالرجم ولا بالجلد في أول الأمر في سورة النساء. في سورة النساء آيات منسوخة في الحكم هي باقية يعني هذه ما يسميه العلماء نسخ الحكم وبقاء التلاوة. نسخ الحكم وبقاء التلاوة. التلاوة باقية. ما هي الآيات؟ الحفاظ واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا واللذان يأتيانها منكم فآتوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما. هل هذا الحكم باقي؟ يعني إذا زان الإنسان يقول له أجلس البيت خلاص حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن. هل هذا الحكم الآن باقي؟ لا. الحكم هذا كان في أول الأمر وكان هو أيضا من باب التدرج. ثم بعد هذا نزلت آيات الحكم النهائي على الزاني والزاني في سورة النور. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما ما تجد. وثبت أيضا الرجم في السنة لمن كان محصنا. إذا أيها الإخوة وهناك أشياء كثيرة طبعا هذه فقط أمثلة. نقول من أسباب الاختلاف ثبوت النسخ أو عدمه. بعض الناس يقولون نعم هذا الأمر منسوخ. فالأمر المنسوخ وإن كان صحيحا يعني يأتيك دليل صحيح وتستغرب لماذا لا يطبق لماذا لا ينفذ. فحينما تتأمل حينما تعود إلى يعني أهل العلم وكتب العلم تعرف أن هذا كان في أول الإسلام ثم بعد ذلك جاء ما يزيل الحكم. ولذلك كان ما هو تعريف النسخ يعني هو صدور دليل من الشرع يعني بدليل يعني نسخ ما قبله أو نسيت النص الحقيقي النص التعريف لكن هذا معناه أنه أتى نص نسخ ذلك النص السابق. هذه المقدمة أيها الإخوة في سبب الاختلاف. طبعا هذا الكتاب سألني أحد الأخوة في اللقاء السابق في الدرس السابق قال على أي مذهب يعتمد وذكرت أنه يعتمد على الدليل الأقوى في أي مذهب من المذاهب ولم يلتزم بمذهب معين وذكر هذا كلام في النص بالنص أيضا. قال وجعلته في الفروع على قول واحد. أنا بختصر على المقدمة. وقال أيضا واعتمدت الراجحة من أقوال الأئمة الأربعة أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد رحمه الله تعالى وغيرهم من علماء الإسلام إذا ظهرت قوة دليله. والحقيقة الجملة هذه فيها فائدتان. الفائدة الأولى أنه اعتمد على الحكم المؤيد بالدليل الأصح. الفائدة الثانية أنه لم يخرج في أغلب أحواله عن أقوال العلماء وهذا حقيقة هو مسلك العلماء. مسلك العلماء الربانيين أنهم يجتهدون في فقه الأئمة ولا يخرجون عن آرائهم خاصة إذا كانت مستندة لمجرد هوى أو لمجرد أنه رأى دليلا آخر
في ظني أنه أقوى من هذه الدليلة كلها، لكنه يحاول أن يحقق مسائله، وهذا فيه تقدير واحترام وتوقير للعلماء. طبعا هناك فئة للأسف من بعض من ينتسب العلم ظنوا أنهم يعني في مرتبة أولئك، وسفه في بعض الأقوال من بعض كتبهم، سفه مسلك هؤلاء العلماء في هذه الاجتهادات، وقالوا في أنفسهم أنهم رجال وهم رجال. الحقيقة إذا بلغ هذا العالم أو بلغ طالب العلم هذا المستوى من العلم، مستوى هؤلاء العلم الكبار، فلا بأس أن يقول مثل هذا. لكن كثير منهم يا إخوة يقصد بهذه الكلمة كما قال كلمة حق أريد بها باطل، يريد أن يتخلى عن ذلك التراث الفقهي الكبير ويجتهد من جديد ويبدأ وكأنه لم يعني يجتهد فيه من قبل. وفيه وفي بعض كلام هؤلاء للأسف تنقيص من هؤلاء. هؤلاء يا أيها الإخوة أئمة الهدى، وهؤلاء الذين كتب الله سبحانه وتعالى لهم القبول لفقهه. وهناك مذاهب كثيرة، لكنه ما بقي من هذه المذاهب إلا ما دون منها، والذي دون من هذه المذاهب هي المشهورة هي هذه المذاهب الأربعة. مذهب أبي حنيفة طبعاً بالترتيب، أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، يعني على ترتيب ولاداتهم ووفياتهم. يقول أحد العلماء لمن درست عليه، يقول لو قرأت سيرة واحد منهم لقلت يكفي أمة محمد هذا الرجل هذا الرجل، أو يكفي أمة محمد هذا العالم، يعني من مناقبه وصلاحه وتقواه وورعه واجتهاده واجتهاده الذي لم يخرج عن مدلولات كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والله عز وجل يحثنا أيها الإخوة في القرآن على توقير العلماء في كثير من المواضع، ربما نذكر من هذه المواضع قول الله عز وجل وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه. فهنا يثني الله عز وجل وثناء وهو توجيه نفس الوقت ثناء على هذه الفئة التي عندها قدرة على الاستنباط، وأيضا في نفس الوقت توجيه للأمة على أن تأخذ من هؤلاء. وقال الله عز وجل إنما يخشى الله من عباده العلماء، وقال الله سبحانه وتعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم الذين أوتوا العلم والدرجات. نعود الآن بعد الانتهاء من مسألة الخلاف، نعود إلى المقدمة. شملت هذه المقدمة على عدة أمور ألخصها في 10 نقاط. النقطة الأولى ذكرتها وهي بدء المؤلف بخطبة الحاجة، وكنت أتمنى لو هناك وقت يعني لخصنا أهمها، لكن قلنا يعني لعلكم تعودون إلى يعني مضانها لو فتحتم في النت، لو رأيتم بعض الكتب التي تكلمت عن خطبة الحاجة تجدون يعني من هذه في هذه الخطبة المعاني الكبيرة التي حوت معاني الإسلام العظمى. الثاني الأمر الثاني الذي ذكره في المقدمة فضل الفقه في دين الله عز وجل، ومن هذا الفضل ما ذكر الرسول عليه السلام من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. هذا الحديث يا إخوة إذا أخذته على ظاهره تستنبط منه معاني، وإذا دخلت أيضا في عمقه تستنبط منه معاني عديدة جدا. فمن هذه المعاني التي تبين الفضل من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، أي إذا يسر الله لك طريق الفقه في الدين فاعلم بأن الله قد أراد لك خير. ومفهوم هذا أنك إذا وجدت قلبك في انصراف عن طلب العلم فاعلم أن الله لم يرد بك خير. كذلك من يعني إسهال هذه الجملة القصيرة العظيمة، بالمناسبة ذكرت في الدرس السابق أن أحد العلماء وهو ابن عبد البر الأندلسي ألف كتابه جامع بيان العلم وفضله في شرح هذا الحديث، وكتاب في هذا الحديث نصف حجم هذا الكتاب كله في شرح هذا الحديث فقط. من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. ذكر بعض العلماء ومنهم من
مشايخنا المعاصرين قال من معاني من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، أي من إرادة الله بك الخير أن يبين لك أسرار أحكام هذا الدين، فتعلم أن لكل حكم أنزله الله سبحانه وتعالى من أحكامه في الأركان وفي الواجبات وفي المعاملات إنما أنزله لحكمة عظيمة، فإذا وفقت لمعرفتها فهو من إرادة الله الخير بك، فتعلم أن الصلاة إنما فرضت لحكمة عظيمة، وكل العبادات الصلاة وغيرها إنما شرعت من أجل مصلحة هذا الإنسان، فإن طاعتنا لله عز وجل بالأركان أو الواجبات أو بأخذ الحلال وترك الحرام إنما هو منفعة لنا، إنما هو خير لنا، فلا تضر الله عز وجل معصيتنا وخالفتنا ولا تزيده ولا تزيد ملكه طاعتنا له. إذا عرفت أسرار العبادة وفقها وأن لهذه العبادة من الحكم العظيمة ما يجعلك تقيمها في حياتك كلها وتثبت عليها، فاعلم أن هذا من إرادة الله الفقه لك أو الخير لك. ذكرنا طبعا من المقدمة أنه اعتمد الراجح المؤيد للدليل. الخامس نقاط من نقاط المقدمة أنه في الفروع، في أحكام الفروع، في المعاملات وفي الأحكام اختصر الكلام في بيان الأحكام فقط دون ذكر الأدلة، لأن أدلتها في الغالب واضحة معروفة، لأنه لو ذكر الأدلة في مثل هذا الكتاب المختصر سماه مختصر لطال هذا الكتاب وخرج عن وصف المختصر. لكن هناك كتاب يعني أحال الناس إليه، كتاب له كتاب وكتب العلماء الأخرى، هناك كتب في الفقه كبيرة جدا وكتب أيضا في الحديث وشروح الحديث كبيرة حوت هذا وأكثر من هذا، وهناك تجد فيها الأدلة، لكن هو من طريقته بهذا الكتاب اختصر القول بالحكم فقط دون ذكر الدليل، فقط كان يذكر الدليل في أي شيء فيما يتعلق بالفقه الأكبر وهو في باب العقيدة وكذلك باب الأخلاق والآداب. ذكر طبعا كتبه التي يعني طبعا موجودة في المقدمة، يقول يعني ومن أراد بسط أو معرفة الأدلة فليطلبها في كتب الفقه المطولة كالمغني والفتاوى والأم. تعرفون الفتاوى ما هي؟ طبعا الفتاوى في عدة كتب فتاوى، هناك من كتب مشهورة بين أيدي الناس فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية في 37 مجلد تقريبا، لكن هناك في كتب متعددة، هناك كتاب في الفقه على المذاهب الأربعة، وفي طبعا هذه الكتب المعاصرة، وهناك كتاب الفتاوى المصرية أظن 4 مجلدات أو 5 مجلدات وكتب أخرى غير هذا، لكن هو ذكر الفتاوى يعني كلمة شاملة لكل أنواع هذه الكتب. وكتاب الأم هذا كتاب الإمام الشافعي، وكتاب المبسوط للإمام السرخسي، هذه الكتب الحنفية والمدونة وغيرها من كتب، فيقول فليحضرها في هذا. هو أيضا نفس هذا المؤلف وسع في الأدلة في أي كتاب، في أي كتاب من كتبه كتب كتابا سماه موسوعة الفقه الإسلامي في 5 مجلدات، يعني هذا اختصر فيه الموسوعة. ثم ذكر كتب أخرى طبعا. أنا من الأشياء التي أرى أنها مناسب للطالب العلم، وأسأل الله عز وجل أن أكون إياكم من طلاب العلم الذين يريدون بهذا العلم وجه الله عز وجل، أتمنى يا أخوة أن تقتنوا المختصرات، أن تقتنوا المختصرات من مقدمات هذه العلوم وخاصة في الأصول. فمثلا في أصول الفقه هناك كتاب مختصر حقيقة، وإذا قررت تشعر بأنه هو كتاب كأنه كتاب مطالع وكتاب يعني سهل وعبارته يعني جدا مبسطة. هذا الكتاب لشخص يسمى عبد الوهاب خلاف أصول الفقه، وكتاب مصطلح الحديث للشيخ محمود الطحان، هذا الكتاب وإن كان يدرس في الجامعات لكنه حقيقة من كتب المختصر التي إذا قرأتها تشعر بأنك أمام شيخ يسهل لك يعني تعريفات المصطلح. ليس الهدف من هذه الكتب يعني أن تكون متخصصا في أحد هذه المجالات، لكن حتى تكون مدخلا لفهم كلام بعض العلماء في
حينما تأتيك بعض المصطلحات خاصة في الحديث خاصة في الأصول. نعم. كتاب في علوم في مختصر في علوم القرآن، هناك كتابان، هناك كتاب للشيخ مناع القطان اسمه مباحث في علوم القرآن، وهناك مختصر لهذه المباحث أيضا للشيخ بن عثيمين، مختصر جدا يعني ربما ورقات ما تتجاوز 50 ورقة، اسمه أصول التفسير. إذا نحن نحتاج مقدمة في أصول التفسير، أصول الفقه، أصول مصطلح الحديث. أريد أن أذكر في الفقرة السابعة والفقرة الثامنة لمحة سريعة عن طبعا هو الرجل الشيخ الطويج هذا اعتمد من الحديث ما كان صحيحا أو حسنا. بعض الناس يعني يريد أن يعرف يعني بشكل موجز ومختصر ما المقصود بالصحيح والحسن، وترك ما سوى ذلك. وما هو ما سوى ذلك؟ ما سوى ذلك هو الضعيف وأنواع الضعيف، حتى قال بعض العلماء أن الضعيف قد يصل إلى 300 نوع. شر أنواع الضعيف ما هو؟ الموضوع. ما هو الموضوع؟ الموضوع هو المكذوب على الرسول الذي ليس له نسبة ولا في كلمة من كلماته ولا في حرف من حروفه إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. بالمناسبة يعني كما قال الشيخ بشيء ذكر، لما عرف بعض أصحاب الملة وأقولها بإختم الآن، بعض الشيعة أو بعض علماء الشيعة لما عرفوا اهتمام أهل السنة بالحديث وأرادوا أن يمرروا على عامة الناس أو عوام الناس، يمرروا عليهم كثيرا من معتقداتهم، فماذا فعلوا؟ جاءوا بأسانيد الصحاح كصحيح البخاري، جاءوا بالأحاديث بالأسانيد وأزالوا منها المتون وركبوا عليها متونا من عندهم أو كلاما من عندهم حتى يوهموا عامة الناس بأن ما يأتون به هو الصحيح. ومثل هذا موجود في بعض كتبهم كتاب الكافي، وهذا الكتاب ربما سمعتم أو سمع بعضكم عنه. طبعا هذا الاسم موجود، هذا الاسم على كتب كثيرة حتى في كتب الفقه، كتب هناك كتاب في فقه الحاء المالكية اسمه الكافي، وكتاب في فقه الحنابلة ابن قدامة اسمه الكافي، لكن كتاب الكافي هذا للكليني من الشيعة، هذا فعل مثل ما قلت يعني حاول أن يدخل بعض المتون من عندهم الملفقة المكذوبة الموضوعة على رسول الله صلى الله عليه وسلم على أسانيد الصحاح ليوهم بعض الناس أن ما يأتون به هو الصحيح والأسف الشديد. لكن طبعا الخبير بالحديث يعلم أن كل حديث لا تتوفر فيه الشروط كاملة فهو حديث غير مقبول. ليست القضية نحن عندنا في السند، لكن نحن ننظر إلى السند والمتن، فربما يكون السند صحيحا حتى في بعض الحديث التي جاء من طريق يعني كتب أهل السنة. بعض الحديث قد تكون أسانيده صحيحة لكن يكون الحديث إما أن يكون منسوخا، إما أن يكون معلولا، إما أن يكون فيه أشياء كثيرة. ولذلك من تعريف الحديث الصحيح، هذا الكلام موجز الآن في تعريفات سريعة، نقولها الصحيح ما هو الصحيح؟ هو ما توفرت فيه خمس شروط. طبعاً حينما أذكرها كده بشكل متصل، هو ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة. هذه 5 شروط، اتصال السند، اتصل سند بنقل العدالة الضبط ومن غير شذوذ ولا علة، هذه 5 شروط. طبعا كيف نطبقها؟ كيف كان هذا يعني كلام يطول. الحديث الحسن ما هو؟ شيء أقل من الحديث الصحيح، فيه كلمة واحدة فقط نضيفة على تعريف الحديث الصحيح، هو ما اتصل سنده بنقل العدل الذي خف ضبطه من غير شذوذ ولا علة، عدل لكنه خف ضبطه في بعض الأوقات.
إما نسي حرفا أو نسي كلمة، لكنه صدوق وثقة وثقة، لكنه خف ضبطه في بعض الأوقات أو ضعف ذاكرته في مرحلة من مراحل عمره، لكنه بقي ما زال ثقة عند العلماء. فحديث هذا ينزل من الصحيح إلى الحسن، والصحيح والحسن هو من الحديث المعمول بها، والضعيف ما سوى ذلك. يكفي هذا؟ يكفي هذا لأنه حتى لا ندخل في المصطلح ونخرج من الفقه. النقطة التاسعة في المقدمة وهي آخر نقطة تقريبا، قال اشتمل هذا الكتاب على 10 أبواب، اشتمل على 10 أبواب. يقول في الباب الأول كتاب التوحيد والإيمان وما سمى ما سمي به الفقه الأكبر، والباب الثاني فقه القرآن والسنة في الفضائل ما يتعلق في الفضائل والآداب، الباب الثالث العبادات، الباب الرابع المعاملات. الحقيقة هي هذه الأربعة هي الأساس في الكتاب، لكن هنا فصل في باب المعاملات وجعل هناك 6 أبواب منفصلة عن المعاملات، لكنها هي في الغالب تدخل تحت المعاملات، وهو النكاح وتوابعه، الفرائض، القصاص والحدود، القضاء، الدعوة إلى الله، الجهاد في سبيل الله. لكن دائما نتحدث عن 4 أشياء، نتحدث عن العقيدة وعن الآداب والعبادة والمعاملة، هذه 4 أشياء حواها هذا الكتاب. ولهذا حقيقة كان أحد أسباب اختيار هذا الكتاب أنه كتاب يعني إن شاء الله يكون الكتاب الشاملة التي يعني بإذن الله تعالى تساعدنا على أن نأخذ يعني شيء كثير من أبواب العلم في وقت قصير إن شاء الله وبجهد قليل إن شاء الله. هذه خلاصة تقريبا خلاصة الأبواب. أختم حقيقة ب بما ذكر هنا على حال هذه المؤخرة أو آخر المقدمة، يعني كلمات فيها شيء من تذكير طالب العلم بأهمية القلب وأهمية البحث، و يعني أن تستر يعني أخطاء إذا وجد هناك أخطاء، وإذا كان هناك شيء من التصويب لا مانع أن يزوده بها طالب أي طالب علم. وترك طبعا عنوان سواء العنوان الهاتفي أو الإلكتروني. هكذا الآن نحن انتهينا من المقدمة باختصار، لو قرأناها طبعا تأخذ منا وقت أكثر من هذا. الآن نحن ننتقل إلى في 10 دقائق المتبقية إلى الباب الأول أو الكتاب الأول. ما هو الكتاب الأول؟ الفقه الأكبر. نسمع من يقول التوحيد، ونسمع من يقول العقيدة، ونسمع من يقول الإيمان، ونسمع من يقول السنة. فأي العبارات يعني أصلح وأنسب وأنفع لموضوع الفقه الأكبر؟ الإيمان. طيب التوحيد. شوف هذا الاختلاف يدل على انه يعني فعلا الاختلاف طبيعه في البشر. ذلك الناس معاني مختلفه. طيب مركبه واحده ويا الاخرى، واحده مربوطه بالاخرى. الحقيقه هذا كلام جميل جدا، يعني حقيقه كلها يصح ان تستعمل، لكنها هي يعني مثل ما قالوا انها من الكلمات التي اذا اجتمعت افترقت معانيها، وإذا افترقت اتحدت معانيها. فهم؟ يعني إذا اجتمعت في مكان واحد، لو قلت مثلا عقيدة وإيمان وتوحيد وسنة، فتستطيع أن تعرف كل شيء بتعريف، مثل كلمة الإسلام والإيمان. مثل الإسلام والإيمان قالوا فيه أنه من المصطلحات والكلمات التي إذا اجتمعت افترقت، وإذا افترقت اجتمعت، يعني إذا اجتمعت افترقت معانيها. فالإسلام هو أركان الإسلام، والإيمان هي أركان الإيمان القلبية، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر إلى آخره. وإذا افترقت
كل منها حمل معنى الآخر. فالإسلام يعني الإسلام والإيمان، والإيمان إذا كان في موضع المنفرد يعني الإسلام والإيمان، هذا معناه إذا اجتمعت افترق. فنفس الكلام يقال في هذه المصطلحات، لكن إن كان نريد عن باب الترف الذهني أو الفكري يعني نتعرف على تاريخ هذه المصطلحات بشكل سريع. فكانت بداية التدوين في علم العقيدة في القرن الثاني بمسمى الفقه الأكبر، فكان يسمى في كلام العلماء وخاصة في عهد أبي حنيفة ومن كان في عصره كان يسمى فقه. ثم بعد ذلك في القرن الثالث سمي بالإيمان، ثم في القرن الرابع بدأ يستقر المصطلح على التوحيد والشريعة. وفي القرون المتأخرة أصبح يعني المعنى اللغوي الذي يعني معنى العقد، عقد القلب وجزمه على ذلك الأمر هو الذي أصبح مصطلحا بين الناس، وهو ما يسمى بالعقيدة. فأنت إذا جزمت بأمر وأيقنته وأن هذا الذي تقنه هو ما جاء في الكتاب والسنة فأنت لم تجزم إلا بالأمر الصحيح، فذلك هو العقيدة الصحيحة. وإذا ما عرفت أن هذا الأمر أمر مخالف كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام وجزمت بذلك فهو من العقيدة الفاسدة. فإذا مصطلح العقيدة هو من المصطلحات المتأخرة لكن تحوي المعاني كلها. لكن يا إخوة من الحكمة وحكمة طالب العلم والداعي إلى الله عز وجل أن يتحاشى استعمال بعض المصطلحات حيث الفئات التي تحارب هذه المصطلحات. فمن الحكمة إذا رأيت فئة ينتشر بينها يعني الانحرافات العقدية فتحاشى المصطلح واستعمل المضمون، استعمل ما يحبونه، ما يحب هؤلاء استعماله من معنى الإيمان، معنى السنة، ما جاء في الكتاب والسنة وهكذا. لأن بعض الناس ارتبطت، بعض الناس وخاصة من أهل البدع والهواء ارتبطت بعض المصطلحات هذه بمعاني سيئة في نفوسهم، وأن هؤلاء الذين يدعون إلى العقيدة إنما فيهم كذا وكذا وكذا وأنهم كذا كذا لأنهم يحاربون يعني معتقداتهم الباطلة. فمن حكم طالب العلم أن يتخيل من المصطلح ما يلائم وما يعني لا يثير هؤلاء. وأشمل حقيقة أشمل المصطلحات الواردة في القرآن لمعاني العقيدة والتوحيد هو مصطلح الإيمان مثل ما ذكر الشيخ صالح. ولهذا كان يذكر تذكر في مجموعة صفات الإيمان حتى الأحاديث تذكرها تحت مسمى الإيمان، وحتى تعريفات العقيدة الأساسية هي مقترنة بمعنى الإيمان. ولذلك قالوا الإيمان ما هو؟ هو التصديق. الإيمان هو التصديق، وفي الصرف وفي الشرع وفي الاصطلاح هو الاعتقاد والقول والعمل، واعتقاد القلب وإقرار اللسان وعمل القلب وعمل الجوارح. اعتقاد القلب وعمل الجوارح وإقرار اللسان. في المقدمة يعني أشياء قرأتها كثير. التوحيد هو إفراد الله تعالى بما يختص به وما يجب له سبحانه. إفراد الله تعالى بما يختص به وما يجب له سبحانه. ماذا الذي يختص بالله سبحانه وتعالى؟ يختص به سبحانه وتعالى صفات وأسماء وربوبية مطلقة وألوهية وعبودية كاملة. هذا الذي يختص بالله سبحانه وتعالى لا ينازعه فيها أحد. وما يجب له سبحانه؟ ماذا يجب له؟ يجب له التأله والتعبد له بما أمر وبما نهى. أما الأمر فبالاتباع وأما النهي فبالاجتناب. إذن ما يختص به الذي هو صفاته وخصائصه سبحانه وتعالى.
وما يجب له أي ما يجب له من المخلوق من الطاعة والامتثال. يقول بأن يتيقن العبد أن الله واحد لا شريك له في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. حتى نختصر هذا الباب، كم باقي من الوقت؟ كم باقي؟ عندك وقت كثير. طيب دقيقتين على التمهيد، لكن تعطونا 10 دقائق؟ هو احنا دقيقتين بالماينس بالتنازلي. طيب جزاك الله خير، ان شاء الله 10 دقائق. انا اختصر حقيقه مما اختصرته في الملخص. واصعب حاجه انك تختصر المختصر، يعني هو اصلا مختصر فكيف تختصره؟ لكن هو من باب حتى مثل ما ذكر بعض الاخوه انه اذا اردنا ان نقرا هذا الكتاب كله يعني ياخذ وقت مننا طويل. لكن من الفائده يا اخوه كما ذكر بعض اخواننا من الاسلوب التقليدي القديم ترى جميل جدا، من فائدته اذا قرا الانسان يصحح لغته، يصحح قراءته، يعرف كيف يقرا لو انه اراد ان يقرا على غيره او يقرا على الناس او يقرا على اهله. فحينما مثلا نختار في كل لقاء اما ان نختار شخص واحد او اكثر من شخص او في كل لقاء نختار شخص اخر، فهذه حقيقه فائده للشخص بالنسبه للقراءه. يقول ما هو فقه التوحيد؟ طبعا في نقاط كثيره في هذا الباب، في معنى التوحيد، فقه التوحيد، في اقسام التوحيد، في حقيقه التوحيد، في فضل التوحيد، في عظم كلمه التوحيد. ارجو ان شاء الله ان يعني اختصر في هذه الجانب كلها ان شاء الله، واذا ما استطعنا ان نكملها فنكملها ان شاء الله بعد ثلاثه دروس او بعد تحسين ان شاء الله المدرسه فقه المعاملات. يقول فقه التوحيد، ما هو فقه التوحيد؟ بخلاصه هو في جانبين عظيمين. هو من معنى التوحيد اولا المقصود به أن يوحد الله سبحانه وتعالى، أن يوحد الخالق سبحانه وتعالى في أمرين عظيمين، فيما اختص به سبحانه وتعالى وفيما أراده من عباده. هذه في مقدمة التوحيد. ففقه التوحيد أن تعلم أن الله سبحانه وتعالى هو الخالق المالك المدبر المصرف للأمور كلها، من بيده مقاليد السماوات والأرض، من بيده ملكوت كل شيء، من يحيي ويميت، من إذا قال للشيء كن فيكون. فإذا هذا يتعلق بتوحيد الربوبية، والرب معناه الصاحب المالك، يعني رب البيت صاحبه، ولله المثل الأعلى، فالله سبحانه وتعالى هو بحق هو المالك الحقيقي لكل هذا الكون بجملته وتفصيلاته. وأما الملك الآخر فيما دون ذلك، ملك الآدميين لبعضهم أو ملكهم لبيوتهم أو حاجاتهم أو دوابهم وكذا، فهو ملك نسبي، ملك نسبي. أما الملك المطلق، الملك المطلق فهو لله سبحانه وتعالى. قل اللهم مالك كل شيء، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. فقه التوحيد أن يوحد الله سبحانه وتعالى باعتبار أنه المستحق للعبادة، فلا يشرك معه أحد. وهذا هو الفقه المراد من العبادة حقيقة. أما الفقه الأول فقه الربوبية فهذا مطلب فطري يعرفه كل الناس ويجتمع عليه أكثر الناس، حتى إبليس وحتى من عارض الرسل وكفر بالرسل وآمن ببعضهم وكفر ببعضهم، حتى هؤلاء يؤمنون بالرب، لكن هذا الإيمان، إيمانهم بالرب أو بالربوبية، توحيدهم بالربوبية لا يكفيهم ولا ينجيهم ولا يخلصهم ولا يمكنهم من نيل مرضات الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأنهم أساءوا في جانب التوحيد الثاني وهو توحيد المعبود، فلم يوحدوا الله سبحانه وتعالى وجعلوا الآلهة، جعلوا الآلهة آلهة، جعلوا الإله الواحدة إلى آلهة متعددة، وجعلوا كذلك مع الإله الحق
آلهة تعبد من دونه؟ قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. ففقه التوحيد أن نعلم أن التوحيد المقصود من العباد هو التوحيد الإلهية أو الألوهية أو التوحيد العبادة. وهذا التوحيد سنأخذ شرح التفصيل بإذن الله. يقول أقسام التوحيد. أقسام التوحيد قسمان. أقسام التوحيد قسمان. القسم الأول قسم إثبات ومعرفة أو معرفة وإثبات. والقسم الثاني قصد وطلب. المعرفة والإثبات ما هي؟ هي معرفة ما لله سبحانه وتعالى من أسماء وصفات ومن خصائص الألوهية يختص بها سبحانه وتعالى. وهذه إنما تعتقد بالقلب ويوقن بها الإنسان ويقر بها فكرا واعتقادا وشعورا. وهذه من الأمور التي يسلم بها إذعانا لله وتسليما ورضا بما قدر الله سبحانه وتعالى. والنوع الثاني القصد والطلب. والقصد والطلب القصد المقصود به قصد الله سبحانه وتعالى بطاعة هذا المخلوق له. فأنت تقصد الله سبحانه وتعالى بطاعتك بما أمرك به. فقال العلماء باختصار قالوا أن المعرفة والإثبات هي الشيء الوارد إلى الإنسان، والقصد والطلب هو الشيء الصادر من الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى. هذا كلام جميل ومختصر. القصد والطلب مقصود به ما صدر من الإنسان من طاعة لله، والمعرفة والإثبات ما جاء عن الله عز وجل وجاء عن رسوله عليه السلام من الأمور التي ينبغي للإنسان أن يعتقدها. ما حكم التوحيد؟ هل يكفي في حكم الربوبية أن يقول الإنسان يقال عن هذا الإنسان الذي وحد الله في ربوبيته بأنه مسلم؟ لا يكفي. لكن من قال أنه عبد الله سبحانه وتعالى باعتقاده أنه يعبد الخالق المعبود الحق، فهذا قد أقر في معنى الألوهية بالربوبية. فإذا من وحد الله عز وجل في ألوهيته بصلاته بطاعته بقيامه الأركان بأدائه الواجبات بأخذه الحلال باجتنابه الحرام بإقامة منهج الله التزام منهج رسول الله عليه الصلاة والسلام باتباع شرع الله كاملا، فهذا قد أقام توحيد الألوهية المتضمن لتوحيد الربوبية. نعم. ما هي حقيقة التوحيد؟ خلينا كذا الآن نريد بعض الأشياء كما ذكرت من قبل. بعض الأشياء تعتبر معلومات عامة يعني ومحفوظة عندك. ما هي حقيقة التوحيد؟ نعم تستطيع أن تقول هذا. غير هذا ما هي حقيقة التوحيد؟ أنا أسمع إجابة الأخ. إفراد الله بالعبادة. أن تعبد الله كأنك تراه وتنتظر تراه إنه يراك. هذه مرحلة جيدة جدا. لا تجعل الله ندا. أن لا تجعل الله ندا. يا سلام. هذه حقيقة التوحيد. طبعا كل هذه الكلمات اللي ذكروها الأخوة كلها تكمل بعضها. كلها تكمل بعضها. لكن هذه الأخيرة هي التي نريدها من حقيقة التوحيد. أن يكون الله سبحانه وتعالى هو المعبود الحق لا شريك له. ولا ند له ولا مساوية له أيضا. فحقيقة التوحيد أن توحد الله وحده لا شريك له. هذه حقيقة. ثمرة هذا التوحيد. ثمرة هذا التوحيد. طبعا فضله وثمرة أشياء كثيرة جدا ممكن. نعم. ثمرة الجنة. في الثمرة شيئين. دخلت المعنى الثالث الثمرة. الثمرة اللي هي النتيجة والنهاية. أو الفضل. نستعلى الآن نذكر الفضل فيها. لكن الثمرة ماذا يثمر التوحيد حينما فعلا توقن بأن الله هو الحق والمعبود الحق وأنه لا ند له ولا شريك له. ماذا يثمر في قلبك هذا التوحيد؟ الإخلاص لله، التوكل على الله، رجاء الله عز وجل، والخوف منه، تخاف الله وترجوه وتتوكل عليه. هذه ثمرة التوحيد. وأن لا
وأن تقطع الأسباب كلها ولا تعتمد في كل هذه في أحوالك كلها إلا على قوة إيمانك ويقينك بالله سبحانه وتعالى، وتجعل ما دون ذلك من الأسباب أسبابا تقوم على أمر الله سبحانه وتعالى وبتوجيه الله، وأن تكون هذه الأسباب فيما يرضي الله سبحانه وتعالى. تكلموا عن عظمة التوحيد، كمال التوحيد، صفة التوحيد. أنا أترك لكم حقيقة حتى التزم بالوقت. عظمة التوحيد وكمال التوحيد كيف يتم، أتركها لإطلاعكم. لكن أريد أن أتكلم عن النقطة الأخيرة، صفة الطاغوت. هو ختم ما قدمته في أقسام التوحيد بصفة الطاغوت ومن هم الطواغيت. ما معنى الطاغوت؟ كل ما عبد من دون الله. لحظة نبغى تعريف كذا. كل ما عبد من دون الله وهو راض. طيب في تعريف آخر؟ من تجاوز الحد. كل من تجاوز الحد. طبعاً اللفظ هذه الطاغوت مأخوذ من الطغيان، والطغيان هو تجاوز الحد. إن لما طغى الماء تجاوز الماء حده مستوى سطح البحر، إن لما طغى الماء وحملناكم في الجاري. فتجاوز الحد، تجاوز الحد أو تجاوز الإيمان إلى الكفر، أو تجاوز الخير إلى الشر. فالطغيان معناه تجاوز الحد، والطاغوت أخذ من هذا أن هؤلاء تجاوزوا حدهم وحقوق الله عز وجل، فعبدوا أو عبدوا من دون الله عز وجل. لكن الأخذ من عبد دون الله من دون الله وهو راضي. طيب بعض الناس يعبد الأنبياء، وبعض الناس يعبد الأولياء، وهؤلاء الأولياء وهؤلاء الأنبياء ما يرضون بعبادته، فهل نسمي هؤلاء المعبودات نسميهم طاغية؟ لا. لماذا؟ غير راضي، عقيدتهم صحيحة غير راضي. فإذا هذا الاستثناء حقيقة مهم جدا. من عبد من دون الله وهو راضي، لكنه إذا عبد من دون الله عن غير رضا فلا يعد طاغوت، لا يعد طاغوت. كيف تقول لي هذا النبي المكرم عند الله عز وجل لأنه عبد سمي طاغوت؟ فهذا الاستثناء حقيقة مهم جدا. قالوا في الطواغيت، الطواغيت التي تعبد من دون الله كثيرة، لكن رؤوس الطواغيت خمسة. ما هي الخمسة؟ ما هي الطواغيت الخمسة أو رؤوسها؟ طبعاً هناك طواغيت فعلاً مثل ما ذكر ابن القيم أنهم كثير، لكن رؤوس هؤلاء ومرجع هؤلاء الطواغيت الكثر إلى هؤلاء الخمسة. المال، فرعون، أنت سمعتش؟ إبليس، جهل، الحاكم الجائر، الحاكم أسماء لو تذكرون أشياء كذا عامة يعني. تفضل. الحكم بغير ما أنزل الله. من حكم بغير ما أنزل الله فهذا طاغوت، لأن هذا الذي يحكم بغير ما أنزل الله يدعي أحد أمور: إما أن حكمه مساوي لحكم الله، أو أن حكمه أفضل من حكم الله، أو أن حكم الله لا يصلح وحكمه هو الأنفع. فهذا طاغوت وكثير من هذا النوع كثير، لكن نحن الآن نسمي فقط وصف هذا الطاغوت. من عبد بدون الله. إيه هذا الأول. من عبد بدون الله. من عبد من دون الله وهو راضي. هذا أيضا يعني الشخص ادعى مثلا أن له من الصفات ما للإله المعبود من القدرة وكذا وكذا، وصنع لبعض الناس أشياء يعني كما قال فرعون عن نفسه: ما علمت لكم من إله غيري. فادعى الألوهية والعياذ بالله. فنحن ما نأخذ من أسماء، إنما نأخذ فقط أوصاف. فهذا وصف للطاغوت، أن من عبد من دون الله على رضا منه. طيب هذا الثاني. ثالث أو غير عادل. لا، هذا ارتكب يعني إذا كان
إذا كان مسلم وقصر في الحكم بغير ما الحكم بأمر الله عز وجل أو بالكتاب والسنة أو جارف بعض أحكامه هو ارتكب كبيرا من كبائر الذنوب ما نظن أنه هو إلا إذا جاهر وقال أن هذا الحكم وهذه القوانين أنفع من حكم الله في هذا الوقت يكون إيش من النوع الأول ذا لكن إذا كان مجرد أنه ظالم ويطبق أحكام الله الأخرى في الجوار الأخرى فهذا ما يعتبر ظالم يعني نعتبره ظالم نعتبره يعني مرتكب كبير من كبائر الذنوب منع الكفار على المسلمين من نسخ أو عدل في كتاب الله من تعالى على الله تعالى حقيقة واحد ذكر وبعدين احنا ما التفتنا له واحد ذكر واحد من الطواغيت وهو رأس الطواغيت إبليس الشيطان إبليس إبليس رأس الشياطين فحتى هو إبليس هو يعتبر هو الرأس الأول وهؤلاء الناس اللي تحت دول يعني يسيرون على هداه بالانجليزي اسمه سيتان بالانجليزي اسمه سيتان الحمد لله ما بين الانجليزي نحن ما يفرق طيب ابليس ومن عبد من دون الله ورب ومن دعا الناس الى عباده نفسه هذا غير الاول يعني شخص هناك رضي بالعبادة وهذا من دعا الناس إلى عبادة نفسه ولا الخامس الذي ما ذكرته هو من ادعى علم الغيب وهذه طبعا صفة بعض من يسمونهم الكهنة أو حتى منهم السحر فيوهمون الناس بأنهم لهم علاقة بطرق ما إما بأنفسهم مباشرة أو بمن يساعدونهم من الشياطين أن لهم طرقا لمعرفة الغيب وما يحدث للناس ويمكن تأخير بعض ما قدر الله عز وجل أو تقديم ما قدر الله عز وجل أو تفريق أو جمع أو كذا وطبعا يدعون في هذه كلها أنهم لهم علاقة بالغيب والله عز وجل يقول ماذا قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله فمن ادعى علم الغيب أنه طاغوت ولهذا من صدق هؤلاء جاء في الحديث أنه كفر بما أنزل على محمد فكيف بمن يفعل ذلك والعياذ بالله يقول عليه الصلاة والسلام من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه طبعا في جملة الحديث أو امرأة في دورها فقد كفر بما أنزل على محمد لكن الشاهد من هذا الحديث الأول كاهنا أو عرافا فقد كفر بما أنزل على محمد نسأل الله أن يعافينا وإياكم هذه تقريبا المقدمة وأيضا هذه الخلاصة الأخيرة خلاصة الباب الأول في الفقه الأكبر وإن شاء الله سنكون مع الفقه الأكبر كما قلت درسين فقه ودرسين حقيقة ودرس حقيقة نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا وأن يبارك في مجلسنا وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول ويتبعون أحسنه أقول هذا وأستغفر الله وصلي وسلم على رسول الله ونسيت أن نبدأ أن هناك ترتيبات حقيقة يعني تسير هذه الأيام في إقامة دروس هذه الدروس حقيقة يعني فضلت أن تكون في غير الموضوع حتى يستفيد الأخوة جميعا من هذه الدروس ولا تكون بالنسبة لهم مكررة فهناك درس إما أن يكون في كل أسبوعين أو في كل شهر في مسجد عمر وهناك درس في أو درسين في مسجد أبو بكر في مسجد أبو بكر قد يكون هناك درسين إن شاء الله درس منها ربما يكون أسبوعي ودرس يكون إن شاء الله شهري ترتيب هذه الدروس أوقاتها أيامها إن شاء الله سأظهر في نهاية هذا الأسبوع قبل الجمعة إن شاء الله تكون معنا حبيبي الله تعالى وجزاكم الله خيرا على حرصكم واهتمامكم وأسأل الله عز وجل أن يبارك في اجتماعنا هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.